radio. Ça arrête. Moi, c'est comme ça. Il y a le spa pour être. Ah, c'est la fin. سعيد رشيد عارض من تمثل التعاونيه او الشركه ديال دار الشريف اللي الاصل ديالها الانتاج ديالها عباره عن عطور وبخور من صنع او انتاج مغربي 100%. واسم ملتقى سعتني الفرصه ان نشارك في هذا المعرض التقنيه التضامنيه للمره الخامسه المنتوجات المجد الحمد لله. المواد ديالها اغلبيه مغربيه ذات جوده عاليه. تنحرصوا على ان المستهلك نعطيو شي حاجه اللي هي ما هي صحيه اصلا وما هي صحيه. وثاني حاجه الحمد لله حتى الزملاء اللي فاتوا خدوا عندنا تياخذونا على طريق الانترنت. حنا عندنا تنبيع على الانترنت على حسب عندنا السيت الناس التسويق الرقمي. بطبيعة الحال الحب لهم للمغرب تيعطيهم واحد انهم ياخذوا منتوج مغربية. من تعرف انه مغربي تياخذوا من عندك ومن بعد استعماله تيتعاود فرصة المجيء تعاود ياخذوا من عندك مازال تقول ديجا خدنا من عندك تبغي تبطل تقول لا انا عارفة زيدني منها. مثلا بالنسبه نهضر على العطر السرغينه. العطر السرغينه حنا عندنا ترى مزيج بين عطر السرغينه والعود فهمتي تنعطي فهمتي. وعندنا عطر اخر ديال الويصالي هو العود هذا العود. وعندنا العطر ديال الزهر زهر البرتقال اللي حتى هي تعرف انسان كل واحد شنو تيك واحد تيشبه. هي القاسم المشترك انه عطر مشترك بين الرجال والنساء. السلام عليكم مرحبا بكم. معكم هاجر احمد البوعزاتي من اقليم ديال بولمان بالضبط ميسور في التعاونيه ديال الاخوه بيو. معنا اليوم في الملتقى العالمي للتصوف رقم 18 وفي المعرض المنظم هنايا من طرف الصناعه التقليديه وشراكه مع طريقه القادريه البوتشيشيه. ما شاء الله كما كتشوفوا كاين بزاف ديال المنتجات وبزاف ديال العارضين. وانا عندي منتجات اليوم كوسميتيك طبيعيين ديال التجميل بما فيهم زيت ديال الارغان كما كتشوفوا بما فيهم الماء ديال الورد وديال الزهر المقطرين. ماء ديال الورد وماء ديال الزهر المقطرين. عندنا لي سافون عندنا لي ماسك عندنا لي غوماج عندنا النيله عندنا الزيوت اللي تيكونوا ديجا معصورين على الايد اللي هما طبيعيين. عندنا العسل ودو بلوس عندنا زعفران. مرحبا بكم. كاينين بزاف ديال الناس عندهم بزاف ديال المنتجات تقدروا تعرفوا عليهم هنايا في المعرض. شكرا لكم بزاف على هذه التغطيه الاعلاميه. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله. معكم كمال بوكلاص. جينا نشاركوا الحمد لله في المعرض اللي كيكون في بوتشيش. والحمد لله لقينا واحد التنظيم اللي في المستوى واستقبلونا. والحمد لله تلاقينا مع ناس يعني جدد اللي جاوا من دول اخرى. والمنتجات كاين املو الصنع ديالنا كاين الصابونيات كنصوبو حنا بيدنا كاين اعشاب اخرى. وعندنا حتى المحل في مدينه بركان في تحتها. سعاد زعيط رئيسة التعاونية سعاد للحلويات الشرقية. اليوم كنشاركوا في المعرض الزاوية البوتشيشية في دورته 11. كنمثلوا مدينة وجدة بالمنتوج اللي كتميز به المنطقة الشرقية. اليوم جايبين حلويات تقليدية وعصرية ومركزين على حويجات بلدية بحال الكعك الوجدي والمقروط. هذه ثاني مشاركة وهذا شرف لنا أننا نمثلوا مدينة وجدة اليوم في الزاوية هذه الأرض المباركة. كنبغي نشكر شكر خاص للناس اللي ساهرين على هذه التظاهرة هذه واللي كيعطيو فرص للشباب والمقاولين حاملي المشاريع باش يخرجوا ويبينوا على المنتوجات ديالها ويخرجوها لسوق الشغل. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السميه ديالي كريم ميمون اكليم. التعاونيه ديالي تعاونيات وداد اكليم بركان. المنتوجات ديالي عندي كاين عندي المرمز كاين الشيشه ديال الزرع الشيشه ديال المرمز وكاين الزميطه وكاين العسل وكاين الطبوقه وجميع المسائل كاينين
والحمد لله كنديروا نصاوبوا هذا الشيء كيتحمر كيتنقى ويتحمر ومن بعد كيدق ويدق نعم السيدي كيتغربل وكيمشي للرحى كنطحنوه في الرحى عاود ردوه للدار للنساء يغربلوه زميتها بوحدها وتشيشه عاود كيف كيف بوحدها ونديروها في الامبالاج ونجيبوه نديروه في الامبالاج ونجيبوه نعم سيدي الاخر للرواق المعارض. هادشي اللي غادي نقول لكم. المشاركه زينه وتعرفنا على الاحباب وخا التجاره ما كايناش تعرفنا على الاحباب وكنشوفوا الاحباب وصحاب وهذا هاد الزاويه استقبلونا باستقبال واحد الاستقبال زين وكنتعرفوا على الناس واخا كاين بنادم اللي ما كتعرفوش دروك كتعرفوا كتعرف عليه كيعيط عليك في التليفون وانت تعيط عليه ولو كنوليو خوت وكنتلاقاو خوت ونتفرقوا خوت واش غادي نقول لك والسلام عليكم.